الأول على تالتة ثانوي علم علوم بنت، الأول على تالتة ثانوي علم رياضة بنت، الأول على تالتة ثانوي أدبي بنت. الأوليات البنات، البنات أشطر الكائنات، فاطمة وعهد وفريدة أوائل الثانوية العامة أو أوليات الثانوية العامة. الأوليات من ثلاث محافظات غير القاهرة. فاطمة محمد عبد اللطيف أولى علم علوم 404 98.5 و53% يعني ده أعلى مجموعة 98 53%. عهد مصطفى السيد الشرقاوي الأولى علم رياضة 98 53% برضه نفس المجموعة بالظبط 404. فريدة مؤمن خليل أولى أدبي 94.6 ألف مبروك على المجاميع الكبيرة. يا فاطمة يا فاطمة عرفت منين ان انت الاولى على الجمهورية؟ كنا بنتفرج على المؤتمر وبعدين كان بيقول اوائل علمي فبعدين شفته بقول لماما دي صورتي تقول اه وقعدنا اتبسطنا بقى انت كنت متوقعة ان انت تبقي الاولى؟ هو انا كنت متوقعة ان شاء الله اجيب مجموع كويس بس ما كنتش عارفة احسب المجموع اصلا ما كنتش عارفة اطلع ايه بالظبط ما كنتش عارفة وبعدين؟ وبعدين فكنا مبسوطين قوي بقى والبيت كان مليان ناس و انا حاسه ان انت كنت حاطه المجموع الكبير في جيبك صغير ما اعرفش ليه حاسه كده ان انت كنت مظبطه نفسك. هو انا كنت ان شاء الله كنت بقول انا عامله اللي عليا وان شاء الله اجيب مجموع كبير بس انا بس دي كانت مفاجاه حلوه برضو. عيلتك فيها حد من الاوائل على الجمهوريه قبل كده؟ إيه لا بس عندنا دكاتره وعندنا يعني عندنا مجاميع كبيره بس لا ما كانش في اوائل جمهوريه. اه مدرستك اسمها ايه؟ بالاس الثانويه بنات من الاهليه. طيب الاولى علم رياضه 98.5 كنت متوقعه الاولى؟ لا طبعا يعني اصل المجموع 98.5 ده ما كانش في دماغي ان هو يجيب الاول خالص فانا كنت اقول حتى اكيد حد يجيب 100% او 99 وكسر مثلا فكنت مثلا 9 7 8 لكن الاولى دي ما توقعتهاش خالص. انت مدرستك اسمها ايه؟ الشهيد مختار كامل من الغربيه. محافظه الغربيه بس. عرفتي ازاي ان انت الاولى على الجمهوريه؟ احنا كنا فاتحين المؤتمر برضو بس انا ما خدتش بالي ان الاوائل كانوا بيجوا بالشعب فهو في الاول جت شعب ادبي فما لقيتش نفسي فقلت حتى ده اول مجموع برضو اللي هو يعني انا كده اقل من كده فاتخضيت شويه بعدين جت علمي ما خدتش بالي برضو انها علمي علوم فبرضه ما لقيتش نفسي خالص لحد ما جت برضه علمي رياضه انا ما سمعتش حاجه شفت الصوره بس ما سمعتش انا حتى الان اصلا ما اعرفش قد ايه شفتي صورتك بس هي كانت اول صوره جت قدامي وما سمعتش بعدها اصلا. طب وانت كنت متوتره فمش عارفه تركزي في موضوع ادبي وعلم رياضه وعلم علوم انا بس كنت بص على الصور بس يعني حتى ما كنتش عارفه اقرا او خالص. اول رد فعل حصل بعد ما عرفتي صوتنا سويت احنا قعدنا 5 دقايق سويت اصلا ما حدش حتى كان عارف يقول حاجه ما فيش حاجه تتقال ما فيش حاجه تتم. اول واحده في العيله تطلع من اوائل الجمهوريه ولا اول واحده ثانويه عامه في العيله كلها اصلا جابوا لك ايه هدايا لسه والله احنا مستنيين بس الجو يهدى وكده وبعدين نحتفل بقى في البيت. فريده انت من اسكندريه؟ ايوه بالظبط. اولى ادبي عرفتي منين؟ من مؤتمر برضو كنت قاعده بتفرج على المؤتمر وكنت انا كنت بتفرج عليه على الموبايل وعلى التلفزيون فقلت موبايل اقرب والصوت كده موطي التلفزيون على الاخر بس موبايل كان مأخر عن التلفزيون فبرفع عيني بس كده ابص التلفزيون فلقيت صورتي هو الوزير اعلن ادبي الاول فانا لقيت صورتي كده اللي هو ايه ده اول بجد وبعدين ناديت والدتي بقى وكده اول حاجه قلتها الحمد لله طبعا ووالدتي بعدين جت سويت برضو زغاريد بقى وبعدين انتوا تعبيركم مختلف بس هو السويت اقرب يعني السويت منطقي اكتر تمام بس فكانت مفاجأة انا كنت حاطه الهدف ده من اول السنه والوكالات بقى والمواقع وكله بقيتوا
اشهر ثلاث بنات في مصر في الاسبوع اللي فات، يعني ما فيش احسن من كده، صحيح؟ اه. انا سمعت ان انت كنت تدخلي علمي علوم، صح؟ انا كنت في علمي، كنت من وانا في اولى ثانوي مختاره شعبه علمي ومخططه انه ان شاء الله علمي رياضه، بس في ثانيه ثانوي اعلن ان مش هيكون في تشعيب قبل امتحانات نص السنه، فبدات ان انا افكر، علشان انا معظم الكليات اللي كنت عايزاها كانت ولا اشيع؟ لا اعلن. كان اعلان ان مفيش تشعيب في ثانويه عامه، فبدات ان انا افكر، طيب هو انا بعشق الماتجد اللي هو الرياضيات، كانت دايما هي دي مادتي المفضله في المدرسه، فحتى لو كنت عايزه كليات ادبيه بس كنت مستعده ان انا ابذل مجهود في الشعبه دي، ومش مشكله ادخل الكليه من علمي رياضه. بس بعدين لما اتقال اعلن ان هو هيكون علمي كامل، فقلت المواد هتكون كتيره وتقيله، انا كنت مستعده ابذل المجهود، بس قلت هل انت عايزه تعملي حاجه زي دي وانت عايزه كليات ادبيه، ولا تقصري الدنيا على نفسك عشان تتميزي في حاجه اكتر؟ فقبل امتحانات نص السنه باسبوعين ثلاثه حولت ادبي. بس انا لا، في ثانيه ثانوي، اخر ثانيه ثانوي بعد ما امتحانات اخر السنه، وانا كنت حولت خلاص، الوزير اعلن انه السنه دي هيكون في استثناء وهيبقى في تشعيب علمي علوم وعلم رياضه. ساعتها طبعا اتضايقت، وعشان مادتي المفضله، بس انا حتى بحب دايما اقول المثال ده علشان الكل يبقى عارف، انا ساعتها ما كنتش عارفه الخير فين. انا لو كنت كملت في علمي رياضه ما كانش ممكن النهارده ان انا مثلا اكون في المكان اللي انا فيه، فربنا كان شايف حاجه، كان عنده حكمه، وكان شايل لي خير في حته اكبر، فبحمد ربنا طبعا.